إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وآله وصحبه ومن والاه وسار على دربه وتمسك بيده ونجي إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأزح عنا أوزارنا وذنوبنا. إخواني المؤمنين، جاءت إرادة الله تعالى أن نجتمع وإياكم في هذا المكان المبارك وهو بيت الله، وهو أفضل البيوت، لأن بيت الله نسبه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله. جمع الله وإياكم بفضله وكرمه ومنته، فله الحمد حتى يرضى. والله هو الذي يجمعه، الشيطان هو الذي يفرق، وجعل به ذلك سببا. هؤلاء الإخوة أصحاب العزيب، الإخوان شرقات بوحات عن نورات، بارك الله فيهم وعليهم، ونرجو الله تعالى أن يجمع شملهم وأن يؤلف فيما بين قلوبهم وأن يصلح ذات بينهم، كما نثمن المجهودات التي تقوم بها الجمعية، جمعية العزيب، من تصوير المقابر، يعني بناء الصور بالسين ماشي بالصاد، والوقوف مع المسجد والعين، وهذه أشياء تحسب لهم، كما نبارك تلك السيدة الكريمة التي ساهمت وجمعت بهولندا، فجزاها الله خير وجزا الله جميع المحسنين. وهذه أشياء طيبة وجميلة، فالإسلام يدعو إلى الجمع ويكره الفرقة، يدعو إلى الجمع، ولكن لا هنالك ذلك المجرم الذي أقسم أن يأخذنا إلى النار جميعا، ألا وهو إبليس. وهذا المجرم، هذا مجرم عدو ديال الإنس وديال الجن، عدو خطير خطير جدا. ونحن في أكثر الأحيان ليس لنا الأسلحة والاستعداد لمقاومة هذا المجرم الذي حضرنا الله منه. فهذا المجرم هذا هو الذي أبى السجود لأبيك آدم، أي أنه امتنع عن السجود لك، فأنت مكرم بقبعك، لأن الله سبحانه وتعالى خلقك في السماوات، ما خلقكش في الأرض. خلق لك الأرض، ثم خلق السماوات من أجلك، واستخلفك، وخلقك سبحانه بيديه، بدون تشبيه وبدون تعطيل وبدون تعجيز، خلقك بيديه، وأمر الملائكة بالسجود لك، وكان من ضمنهم هذا الجني الذي حسدك. لأن احنا والجن كانت شابه بعض الأشياء، ماشي في التركيبة الفيزيولوجية، ولكن كانت شابه معهم بعض الخواص. فالجن كياكلوا ويشربوا، احنا كناكلوا ونشربوا، كنقتلوا كنقتلوا، كنحسدوا كيحسدوا، كنكذبوا كيكذبوا، كنصدقوا كيصدقوا، كنولدوا يولدوا، كنتزوجوا كيتزوجوا. الجن متشابهون معنا بالكثير من الخواص، ولكن لهم عالمهم الخاص. هذا المجرم حسدك، لما أراد الله أن يستخلفك في الأرض طارت في طائرة الحسد، إن هذه المصيبة ديال الحسد هو داء سائر الأمم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لقد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، الحالقة، لا أقول حالقة الشعر وإنما حالقة الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما خلا، هذا مش حديث ديال رسول الله، هذا ديال هذا العالم الجليل، ما خلا جسد من حسد، هي أن الحسد مركب كتركيبة فطرية للإنسان، ما خلا جسد من حسد إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه.
وهذا المجرم هذا لما امر الله طبعا قلنا خلق الله يدين دون شبيه ما نقولوش الله يدين كذا هذا شيء حرام في ديننا وما نعطلوش المعطله وما نقولش الا ما عندوش الله وصف نفسه ونفسه بان له يدين لما ان اليهود اتهموا الله بالبخل وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق بما يشاء فقد وصف نفسه ونفسه بان له يدين سبحانه كما تشبعوش وما عجزوش لما الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وطبعا الخلق البدايه الخلق راه ما عمره تراب اضاف له سبحانه وتعالى الماء كما شاء فتشكل الطين وشكل منه الانسان انت ولا ثمانين كيلو ديال التراب هذه البدايه ديالك وخلقك الله حتى ينست من صلصال من حبة مسنون اصبح الحال البوش بوش ماشي جوج جوج كروش كاع بوش فدا البيت ديال بوش كيف تاع بوش بوش هذا هو البدايه ديالي ابليس كيدور كيقول هذا اللي غادي يستغفر الله طارق في طارق حسد قم انا بخبيك من روحي النفخه فماذا تتشكل العظام والعروق والكبد والرئتين والبنكرياس والدماغ واصبحت انسانا ادم فأمر الله الملائكة ومن ظل إبليس بالسجود السجود كريم فسجد الملك الملائكة ما فيهم في معصية الملائكة عالم آخر هو العالم الأول والعالم الثاني الجن العالم الثالث واحد نحن مكتوب سجدوا الملائكة لأن ما فيهمش تركيبتهم ما فيهاش معصية فيها الطاعة والطاعة إلى غير القول طاعة مطلقة الملائكة ما عندهمش تقريبا ثاني يوريوش يقولوا لا ما عندوش لان ملائكه صفه اخر الملائكه من اركان الايمان وهاد الحالات كتخصي الانسان كتقول له روح انت يا كريم البشر والملائكه تقول الملائكه ولا الملائكه وكتقول لك ندير مطوار ما كتكملش الملائكه مخلوقات نوريه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصاب لا في الذكور ولا في الانوثه يعني عقل كيوقف ماشي انسان ماشي رجال لا ياكلون رجال ضرني ولا يشربون ولا يتناسلون ولا ينامون ولا يفعلون ما يمرون الحمد لله رب السماوات والارض جعل الملائكة رسلا فبلي اجنحة خارج لما ربع يزيد الخلق ما يشاء سجدوا الملائكة وهذا المسلم ما غاش يسجد سألوا ما أعلنوا مسخ قال أنا خير منهم الله سبحانه وتعالى يقول بعد استعاذة بالله الشيطان الرجيم قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أسكرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته منه فكان طرد الأبدي واللعنة الأبدية طلب الله الرحمن طلب من الله باش يبقى حتى اليوم بعد إبليس إبليس البروفيسور ديال كار ديال ماركس ولينين وستالين وفروين وإينشتاين والملحدين السابقين والقدامى والجدد وحتى لآخر يوم هو كيآمن بالبعث لأنه هو باش ما يدوقش الموت لأنه غادي يعذبوا مالا في الموت وشي واحد يقرا يومين في جامعه اللي ما كاينش البعث لا مثلا راه البروفيسور كيما تسمع الاستاذ راه الاستاذ كيامن بالبعث قال ربي انظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم حدد له الله واحد الوقت باش يذوق الموت ويتعذب الا عبادك ولا بلاصي عندك الناس ديال سيدي ربي الناس ديال سيدي ربي الله يلعن الدار ديال جيهم هذوك اللي سماهم الفرع السابقون وسماهم مقربون وسماهم مخلصون هاد الناس اللي الا كلاو لله الا شربوا لله خدموا لله زوجوا لله اي عمل كيقوموا به ولا يدخلوا الجنه بلا حساب ويجعل الطراب ديال رجليهم هذا نوع سخر ونوع خاص خاص ابليس راه مطور كيعاون ولكن حنا لا قوادي نتي كلشي قال ربي عزتك لا قوينا والو وابليس راه صادق في العهد ديالو ما عرفش يكتب له سميتي الا الدايلات اللي صاوبوا الاقمار الاصطناعيه اللي صافي لا تبدي الناس كي صاوبوا الصواريخ العابره للقارات اللي كيصاوبوا الايرون فاش كتهضر صحاب يصاوبوا با صاوبوا الهودي بداو الناس عندهم دكتوراه الفيزياء النوويه و
ناس عاليين داهم اللي يستغلوا ليها وصل المجرم. هذا خطير، مجرم خطير. وهذا المجرم اختلف فيه العلماء سابقا، فمنهم من قال انه من الجن ومنهم من قال انه من الملائكة، والعلماء فطاحل. حتى ان تلميذ الامام ابن تيميه شيخ العلماء ابن القيم قال هو من الملائكة واصله من الجن، ولكن جاء المحققون فقالوا لو كان من الملائكة ما حصل، لان الملائكة لا يملكون معصية وليس لديهم معصية. ونرجع الى قول الله تعالى الا ابليس كان من الجن ففسق عن امره، اي خرج عن الطاعه ففسق عن امره. افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا المجرم امرنا الله افتخذوا العدو، قال لنا الله ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. راه يقدر مع البطاقه اصبح معاه جهنم، هو غادي يدخل الدرك الاسفل من النار، مكان اللي مفيش شفاعه. طريق اناس ضحوا بدمائهم واموالهم واولادهم، وكان اول شهيد في هذا على هذا الدين ومن اجل هذا الدين هي امراه مثل السوريه. والزوج ديالها ياسر. الشهداء اللي قدموا ديالهم. سيدنا جابر من الانصار، والانصار الافضل ديالهم على هذا الدين كبير. وعلى سيدنا محمد كبير. لان لما كانت الهجره الثانيه الهجره الاولى كانت الحبشه عند النجاشي رحمه الله عليه، هذاك الرجل اللي سلم جا سيدنا جبريل عند سيدنا محمد قال له هذاك الرجل راه سلم هذا الملك راه اسلم اسير نصلي عليه، وصلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاه الوحيده صلاه الله عليه. اما الصلوات الاخرى اللي صلى على هذه المراه التي كانت تقوم المسجد كانت راه في القبه كانت موجوده، والما صلى على الصفوان كانت صلى. اذا الانصار لما جاوا عندهم في الهجره الثانيه لما سلمت الاوس والخزرج ومشاو عند المهاجرين، راه الاغلبيه من المهاجرين جماعة عندوش. لا شقيا ولا مخيبا ولا مطرودا ولا محروما. وما جئنا من النار بعفو. اخيرا من الناس برحمتك. استر لنا العورات، امن لنا الروعات، برج عنا الكروبات، اغفر لنا الزلات، اصلح لنا البنين والبنات. الله يجعل لي الصوم هذا ما يأتي هذا، الله يجعل بيناتهم المحبة والمودة، الله يجعلهم إخوانا على رسول المتقابلين، الله يبعد عليهم شياطين الإنس وشياطين الجن، الله يصلح أولادهم ويصلح بناتهم ويصلح الزوجات ديالهم ويصلح الأهل ديالهم ويصلح الأصهار ديالهم، الله يكون منهم الخير، جمعونا الله يجمع عليهم خير الدارين، الله يرحم الأموات ديالهم، الله يرحم الوالدين ديالهم والأجداد ديالهم اللي ماتوا، الله يجدد عليهم الرحمات، المقابر جميعا ديالهم الله يرحمهم ويفتح عليهم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. اسم أحمد بن شرح من سوره الله يشفيهم.